السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقدم لكم كيف تصنع ماء ثلجي بالبيض. طبعا أولا سوف تحتاج إلى ملح، ماء، ولاعة، وأيضا إلى ملعقة. أولا تسكب الملح في الماء، ثانيا تمزج بالولاعة، تولع طرف الملعقة وبسرعة تضع الملعقة داخل الكوب حتى يذوب الثلج. كما ترون أعزائي المشاهدين أن الملعقة تجمدت داخل الكاسة، والكاسة أصبحت ثلجية، ولكن هناك القليل من الماء.